لما هلا بننتقل لمحطتنا الأخيرة، ومحطة كتير مهمة بعالم التنمية البشرية، كتير يمكن من المهارات اللي ممكن تأثر على حياتنا الشخصية ومهمة لنحكي أكثر عنها للثقة بالنفس. كيف فيني أنا فعليا أكون واثقة من نفسي؟ هذا الشيء قديش بينعكس على المحيط وعلى المجتمع، وقديش فعليا أعرف إذا في خلل بهي الثقة وكيف فيني رممها. معنا في مجال التنمية البشرية ومهارات الحياة ليليان معطوق. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. هاي، صباح الخير، كيف صباح الخير صبايا؟ ليليان. تمام، ماشي الحال. الحمد لله. ليليان، بالبداية خلينا هيك نتعرف على صفات الثقة بالنفس. أوكي، صفات الثقة بالنفس، الأشخاص لما يكونوا واثقين من حالهم بيكون عندهم البوصلة الداخلية كتير قوية. هلا هي بتجي الثقة من النفس من الاستحقاق الذاتي، يعني بيكون الشخص هو عارفان حاله انه هو واثق بقدراته، واثق من امكانياته، وواثق من انه هو بيستحق الاحترام من نفسه ومن الاشخاص يلي حواليه. فهدول الاشخاص بالعادة هن اشخاص ما بيخلوا اللي حواليهم يتذمروا عليهم او يسمعون كلمه، وبيعرفوا ايمتى يخلوا الشخص اللي مقابلهم يوقف عند حده، او حتى هن ما يتاثروا بالكلام يلي محيط حواليهم. كمان الواثقين من حالهم اكثر بتلاقون اشخاص بيهتموا بحالهم، بيعترفوا بانه هن انسان، بيعترفوا باغلاطهم، وكمان بيفتخروا بنجاحاتهم. يعني هن دائما انه بيحاولوا انه عن جد هن يكونوا واقعيين بامكانياتهم. طيب خلينا نحكي معك عن طرق لتعزيز الثقه بالنفس. يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء شوي تفاصيل، انه في كثير من الناس يمكن ما بتعرف انه هي عندها مشكله بالثقة بالنفس. كيف فيني أول شيء أنا أعرف أنه عندي مشكلة بثقة بنفسي، وكيف فيني أعززها أنه أكون واثقة من نفسي؟ ومثل ما قلت يمكن باليوم العصر اللي وصلنا له في كتير شباب وصبايا عندهم إمكانيات كتير وهي، بس ما عندهم هي الثقة القوية ليحبوا حالهم، يعرفوا أنه لا، أنا بستحق هي الثقة بحالي 100%. هلا الخطوة الأولى أول شيء إنه الواحد يعترف بإنه هو عنده خلل بالثقة بالنفس. طبعا هذا الوعي كتير ضروري لأنه على هذا الموضوع، لأنه للأسف أوقات لما ما يكون عنا اعتراف بإنه موجودة المشكلة، نحن كتير بأي مشاكل نفسية نحن ممكن نتجه لعادات سيئة لنحاول نغطي على هاي المشكلة النفسية يلي عنا إياها. ممكن نتجه لانه نحن نعمل عمليات تجميل زايده كثير لحتى نحن يصير عندنا هالثقه بالنفس، لانه نحن ما لنا واثقين من شكلنا فبنجمل حالنا زياده. ممكن يعني ممكن نصاحب اشخاص انه هن بس لانه نحاول نرضي الناس. فاول شيء الاعتراف بالمشكله هو شيء ضروري، او بالنقص، يعني هو ما له مشكله، عادي كل حدا عنده خلل. ثاني شيء هو انه نعرف الاسباب. في اسباب متعدده، منها انه بترجع للطفوله، انه اهلك كانوا يقولوا لك مثلا انت مالك شاطره، اختك اشطر منك، شوفي هذا كيف بيلعب فوتبول احسن منك، يعني دائما او منك يعني. فكمان هيك، واذا الشخص ما قادر لحاله انه يكتشف شو هن الاسباب، فاكيد ضروري يراجع حدا مختص بهذا المجال. وبعد ما نعرف الاسباب فنحن ممكن نشتغل عليهم بانه نحن عن جد يعني ما يكون عندنا جلد ذاتي انه انا مالي منيحه، او يعني اوكي هو اوقات انه هي نقطه مهمه، نحن شاطرين بجلد ذاتنا كثير، ما بنكافئ انفسنا، يعني بتلاقينا لا شاطرين بالجلد. بتلاقي الام مثلا انه راحت على شغله وبيتها واولادها، نسيت شغلتين، انه يا علي وانا مالي ام منيحه، وشو انه هن بيكونوا انت عملتي 13 شغله وباقي هالشغلتين اللي ما عملتيهم، فعادي بالعكس انت شوفي ها 13 شغله يلي عملتيهم وماشي. صحيح، ما تقيمي حالك بشيء سلبي. ليليان، خلينا نحكي بانه الثقه هل هي مكتسبه من الحياه، او هل هي عطاء يؤخذ من الوالدين حسب التربيه، ام هل هي انه الانسان بيتعلم منه لحاله، او هل هي تجارب بيمرق فيها بتعزز له ثقته بنفسه، ام هي تدريب فيه اي شخص بالحياه يدرب حاله ويصير عنده ثقه باي عمر وباي زمن؟ اكيد. هلا اول شيء اكيد نحن بنخلق
نوعا ما نحن واثقين من قدراتنا ومن حالنا. صحيح. مع الزمن فهي الاهل طبعا بيلعبوا دور كثير اساسي. يعني انا كثير كثير بامن انه هي التربيه والبيرنتنج بالذات هي لها تاثير كبير على شخصيه الشخص بجميع يعني بكذا ناحيه، مو بس بموضوع الثقه بالنفس. فممكن انت عن طريق الاهل والمدرسه والمجتمع ورفقاتك انه يتذمروا عليك، فانت هذا الشيء يضعف 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 وتكبري معه ويكبر فيكي. فانت تصيري لما انت كمان بعمر مراهقه او اكبر فبيكون على الان براسك هدول التعليقات اللي كانوا يقولون الناس اللي حواليك، فانت تصدقيهم. فطبعا هذا مو معناته خلص انت علقتي هون وما فيك تشتغلي على هذا الموضوع. اكيد انت بدك تحاولي انه انت اول شيء تحبي حالك، اول شيء يعني بدك تعرفي حالك منيح، هي بتجي من الوعي الذاتي. بعد الوعي الذاتي بتبلشي انه انت بتتقبلي حالك بغض النظر. انا عندي سيئات وعندي ايجابيات، ما حدا كامل، واذا انا ححاول انه اكون مثاليه فانا هون نرجع لموضوع جلد الذات انه ما في حدا مثالي. نحكي خطوات يعني هيك عمليه شوي لكل الناس اللي عم يتابعونا وخصوصا الشباب، ومثل ما قلتي احيانا المحيط للاسف بيكون هو له الاثر السلبي بشكل كثير كبير، بس في ناس بتلاقيها اقوى عندها رده فعل لهذا الواقع المفروض عليها، بتلاقيها لا كبرانه عندها ثقه بالنفس بدها تتحدى هذا الظرف، في ناس لا مش عندهم هي المقدره. بعض الخطوات العمليه لكل اللي عم يتابعونا انه احيانا هي الظروف اللي بتفرض عليك معيشيا اقتصاديا بالبيت، تلاقي ما حدا متحمل حاله، فعرفتي كل واحد عم يفش بالثاني. كيف فيني فعليا انا احب حالي في الصبح واعطي هي يعني بيقول لك 40 يوم بغيروا فيكي عاده على مدار مثلا 40 يوم انا بعض الخطوات اقدر فعليا غير هي تماما المشكلة. هي اهم هي طبعا 40 يوم تبني عاده جديده، حتى 21 يوم ممكن كمان هي تصير تصير اوتوماتيك يعني عند الشخص. فاول شيء مثل يعني حكينا نحن اول خطوات ونحن لما نعترف بهذا الموضوع، بعدين في شيء كثير حلو انه نحن نشتغل على يعني هذا الشيء الضروري نشتغل عليه، والخطوه الاساسيه هي نشتغل على الحوار الداخلي. الحوار الداخلي نحن يعني اكثر حدا بنحكي معه هو حالنا. بتكوني قاعده باجتماع بيكون عندك فكره منيحه فبتقولي لا بركي حكوا علي بركي طلعت هيك، فبتبلعيها وما بقى بتحكي الفكره وممكن حدا يقولها عنك فتزعلي. فانه انت تكوني واثقه اكثر من نفسك لما بدك تحكي شغله، انت عارفه انه انت مو دائما معقول تكوني على حق. هلا نحن لنحسن الحوار الداخلي في تمرين كثير حلو بنعمله مثلا كل يوم قبل ما ننام. نحن ممكن اول شيء نشكر الله او نحمد الله على ثلاث اشياء مثلا صايره معنا بقلب النهار، ومن بعدها نكتب ثلاث صفات او مثل نقول تاكيدات ايجابيه، يعني هن ديلي افيرميشنز انت معقول تكتبيهم، انه انا شخص قادر انه يوصل للنجاح، انا حلوه كيف ما كنت، انه تكتبي لحالك قبل ما تنامي. هذا انت بتعملي مثل نوع هندسه او برمجه لدماغك، انت بتصيري بتطلعي هدول الصفات السلبيه اللي كنت بتحسي فيها. اوقات انا مثلا كنت اعملها مع نفسي كل حد، انه مثلا انا منظمه بس ما كثير، اوقات بكركب فلا اكتب انا شخص كثير منظم، انا اكثر وحده مرتبه بتصيري بتتمرني عليها، وهي الشغله بتطور فيها. فتماما صرت اكثر يعني مع الوقت صرت اكثر يعني صرت رتب اكثر ونظم اكثر حالي. يعني ليليانا اكيد الثقه بالنفس هي مجموعه بنقول مشاعر لحتى توصلك للثقة بالنفس، يعني الرضا قديش الواحد لازم يكون رضيان، المحبة، يمكن العمل، فعل الخير، يعني في كتير أمور ممكن أنه هي توصلك للثقة بالنفس لحتى أنت تكوني رضيانة عن ذاتك وعن حالك. خلينا نحكي شو هي أبرز الصفات يلي لازم تكون موجودة بالثقة بالنفس. اكيد هلا يعني اكيد الواحد ما انه متذبذب هيك بي لا طبعا 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 لا اكيد هو الثقه بالنفس كمان يعني الصفات بتجي هي اول شيء مثل ما قلت لك من معرفه الذات، وبعد ما انت ما تعرفي حالك وتعرفي صفاتك السلبيه والايجابيه فهون عن جد بترجعي لموضوع القناعه، انه انت تكوني مقتنعه بحالك كيف ما انت تكوني. ف
فبالعادة الشخص اللي واثق من حاله بيكون شخص مثلا منظم، عنده أهداف معينة، بيحط هدول الأهداف بيحاول يوصل لها، بيكون شخص ما كتير بيسمع من الناس، بيكون يعني بوصلته الداخلية أكثر متعلقة بأفكاره. ممكن البقايا يعطوه مثل يعني ممكن تسمع إلى الآخرين بس ما تخليهم هن يكون في التأثير الكامل عليك، انت تاخذي اللي بدك اياه وتعملي اللي بدك اياه. بيكون في القناعه اهم شيء، وكمان انه الواحد اكيد مثل ما قلتي انه يحب حاله. صحيح. مثل ما هو. طيب بالختام سريعا لكل الامهات اللي عم يتابعونا، نصائح لتقدري فعليا تعززي ثقه طفلك بنفسه، يعني هي اساسا مشكله بتبلش بمرحله الطفوله، كيف فيني اعززها اليوم من خلال تعبير عن المحبه، تعبير عن صفاته الايجابيه، حتى لو خطئ الطفل انا بقول له بحبك بكل حالاتك. ايه 100%. هلا لانه مرحله الطفوله هي مرحله كثير مهمه، فاختيار الكلمات والطريقه اول شيء شغله لازم كثير نبتعد عنها بالطفوله وبالكبر حتى، انه هي المقارنه. المقارنه هو هذا الشيء كثير سيء، يعني نحن كل حدا فريد من نوعه مثل ما هو، يونيك مثل ما هو، فنحن ما فينا نقارن حدا بحدا. فكتير لو الطفل مثلا ما نقارنه بأخوه، ابن عمه، رفقاته، كمان مثلا اذا عم حاول شجعه يدرس فما بقول له لا انت كسلان ما رح تدرس، لا بالعكس، حبيبي انت شاطر كثير، يلا ورجيني كيف فيك تعمل الوظيفه لحالك بلا ما ساعدك. بالعكس، اختيار الكلمات اللي اكثر ايجابيه وبناءه، وكمان فينا نعمل اكثر لسه اشياء تحفيزيه، انه او نحطه بمواقف مثلا يحاول يحكي قدام ناس او يعبر عنه، ونخليه نسلم، ما نخليه هيك. يعني كمان اللي واثق من حاله بيكون شوي بعيدة عن الخجل، يعني أنا وقت أكون واثقة من حالي لا، لغة الجسد حاضرة، لغة العين حاضرة. صحيح. فكل هدول الأمور، وإنه يهتم هو لحاله بالمظهر هيك تبعه، ونحاول نخليه إنه كولد إنه يكون اجتماعي شوي ويحكي مع الناس. نعم ليليان، نحن كثير بدنا نتشكرك. وشكرا لجرعة الثقة اللي أعطيتنا إياها صباحا. شكرا كثير. شكرا لكم. أكيد نتشكرك المدربة في مجال التنمية البشرية ليليان معتوق على وجودك معنا، شكرا كثير. شكرا لكم.